مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. خلال هذا اليوم كان طقس في استقرار على كامل مناطق البلاد، وظهر ضباب خفيف في الصباح برمادة، تراوح درجات الحرارة قصوى بين 24 و 28 درجة بالشمال، والسواحل الشرقية سجلنا 26 بتونس، وكانت بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بلغت 34 بأقصى الجنوب. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس في استقرار، ودرجات الحرارة الليلة تتراوح بين 13 و 17 درجة بالشمال والوسط، وبين 17 و 21 درجة بالجنوب. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله طقس مغيم جزئيا بالشمال، درجات الحرارة تكون في ارتفاع، ودرجات الحرارة القصوى تكون في حدود 29 درجة بتونس، 29 ببنزرت، 30 بزغوان، 28 بنابل، بالشمال الغربي 29 درجة، 30 بتبرقة، وكذلك جندوبة وسليانة 29 بالكاف، وبالوسط طقس مغيم جزئيا 30 درجة بالقاسرين، 28 بتالا، 33 بالقيروان، 29 بسوسة، 30 بالمنستير، وفي حدود 26 درجة بالمهدية، و 31 بسيدي بوزيد. بالجنوب طقس قليل السحب في الصباح مع ضباب خفيف بالمناطق الشرقية، 30 درجة بجابس، و 31 بقفصة، 32 بقبلي، 33 بتوزر، 34 بالبرمة، و 33 درجة ببرج الخضرة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالشمال، الرياح تكون من القطاع الغربي جنوبية غربية، سرعتها بين 15 إلى 20 عقدة، ثم تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، ما يعادل 50 كيلومتر في الساعة، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة لخليج الحمامات، تكون الرياح من القطاع الشرقي جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب. على منطقتي الشابة وخليج جابس، تتوصل الرياح من القطاع الجنوبي جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 إلى 20 عقدة، ما يعادل 30-40 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون قليل الاضطراب. توقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية، بنواكشوط سماء قليل السحب، درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 38 درجة، 26 بأغادير، سحب كثيفة بمراكش 30 درجة، وتقص في استقرار برباط ودار البيضاء 20 درجة، 23 بتلمسان، 22 بالجزائر، سحب قليلة بعنبة 23 درجة، وحرارة مرتفعة بطرابلس 33 درجة، 27 بمصراتة، 25 ببنغازي، تقص في استقرار بالإسكندرية والقاهرة 26 درجة، تقص كذلك في استقرار بكل مدينة مناورة، مكة وجدة 33 درجة، 35 بالرياض، سماء قليل السحب بالمسقط 33 درجة، 38 بأبوظبي، 32 بالدوحة، 31 بالكويت، 30 ببغداد، 25 بدمشق، 22 بعمان، و21 درجة ببيروت، تقص قليل السحب بأنقرة وإسطنبول 16 درجة، و20 بأثينا مع سحب قليلة. بإيطاليا تقص قليل السحب بباليرمو 23 درجة، أمطار بنابولي 18 درجة، 19 بروما، 17 بميلانو مع نزول بعض الأمطار بين الحين والآخر، وأمطار بكل من أمستردام، بروكسل، لوكسمبورغ، ستراسبورغ، جنيف، ليون 16 درجة، باريس كذلك أمطار 17 درجة، سحب قليلة بمارسيليا، وأمطار بتولوز 17 درجة، وأخيرا بمدريد ومالقة 23 درجة سحب قليلة. تطور الحالة الجوية خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله، يوم السبت سحب عابر على كامل البلاد، والرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كم في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة من 15 إلى 25 كم في الساعة ببقية الجهات، البحر يكون مضطرب على كافة السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط، وبين 30 و 34 درجة بالجنوب. يوم الأحد إن شاء الله بعض السحب وطقس يتواصل في استقرار على كامل مناطق البلاد، الريح تكون شمالية شرقية قوية، سرعتها بين 40 إلى 60 كم في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة من 20 إلى 30 كم في الساعة ببقية المناطق، البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب، ودرجة الحرارة تكون دون تغيير. شروق شمس يوم الغد الموافق لواحد جمادة الثانية 1434 يكون على الساعة 5:48 دقيقة، وغروبها يكون في تمام الساعة 6:52 دقيقة. أوقات الصلاة، صلاة الصبح تبدأ من الساعة 4:18 دقيقة، صلاة الجمعة على الساعة منتصف النهار 27 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 6:45 مساء، والمغرب في تمام الساعة 6:54 دقيقة، والعشاء على الساعة 8:23 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بموزع صوتي على رقم 88 40 40، زيارة موقع الويب www.meteo.com، أو بعث إرسالات قصيرة على رقم 85 012. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وبقية سهرة طيبة.